انطلقت فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، بيشارك في الفعاليات فعاليات الملتقى حوالي 160 فنان وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية. بيتم تدشين الدورة الحالية تحت شعار دورة الخطاط الكبير محمد حمام واللي بينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. أكيد نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون فنان محمد بغدادي، كوميسار عام ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. أهلا بيك يا فندم، أهلا بالسادة المشاهدين. بداية لما نيجي نتكلم عن فعاليات ملتقى الخط العربي في نسخته التاسعة، إيه اللي بيشمل عليه الفعاليات؟ الفعاليات بتشتمل على مسابقة رسمية بين مبدعي فناني الخط العربي، وايضا تشمل على حلقه بحثيه في صوره ندوه علميه دوليه يشارك فيها اكثر من 30 باحثا وباحثه من المتخصصين في قضايا واشكاليات وتطوير الخط العربي. وايضا بيشمل المعرض العام اللي بيضم عدد من اللوحات يصل إلى حوالي 450 لوحة من الأعمال الفنية المتميزة، بالإضافة إلى ذلك ورش العمل التي تعطي صورة تطبيقية لكيفية التعامل للممارس لفن الخط العربي وسر الصنعة وأيضا جماليات الحرف العربي في التكوين وفي التركيب وفي الصياغة. عظيم جدا. أستاذ محمد، كلمنا عن هذه أو هكذا ملتقيات مثل ملتقى الخط العربي، أهميته في تعظيم الهوية العربية والحفاظ عليها والحفاظ على التراث سواء المصري أو العربي. يعني من خلال الدورات السابقة والدورة الحالية التاسعة نحاول أن نقدم نموذج لأهمية الحرف العربي والخط العربي، وهو الأبجدية الوحيدة التي تحولت إلى لوحة وعمل فني وتشكيلي، يعني تلتقي فيه كل المهارات وكل أساسيات لوحة الفن التشكيلي. بالإضافة إلى ذلك نحن نريد أن نرتقي، يعني بعد ما ظهرت أجهزة الكمبيوتر والكيبورد الذي يعني ربما يكون قد أدى إلى نسيان الأطفال والأجيال الجديدة لكيفية الكتابة الحقيقية للحرف العربي. صحيح. فنحن نحاول هنا الارتقاء بالذائقة الفنية لدى جمهور المعرض وربط الأجيال الجديدة بتراث فنها العربي الأصيل وهو الخط العربي من خلال المعرض العام ومن خلال الممارسات، وبذلك يعني يستطيع المتلقي والأجيال الجديدة أن تدرك مدى أهمية الحرف العربي. ده مهم جدا يا أستاذ محمد. أنا بقول لحضرتك ده حاجة مهمة جدا، إن هي ربط الأجيال الجديدة خاصة في يعني إحنا في عصر السوشيال ميديا وعصر الحاجات الديجيتال بقى والحاجات الرقمية. فكرة الخط ده زي ما إحنا كنا بنتعلمه زمان، خط الرقعة والنسخ والكوفي والأخ، يعني ما بقتش موجودة يعني. فبقول لحضرتك دي حاجة مهمة جدا. بالتأكيد، لأنه إحنا يعني حتى من خلال البرامج الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي والذي يحاول أن يطمس الهوية بعض الأساسيات لدى الهوية البصرية التي ترتبط بفن الخط العربي. نحن نمارس أشياء كثيرة تؤدي إلى نسيان الذاكرة البصرية، فنحن نحافظ هنا على الهوية البصرية للأجيال القادمة من خلال رؤيتها لجماليات الخط العربي وكيف تكمن في داخل هذا الفن الرفيع المستوى كل مواطن الجمال التي تمثل في الخط العربي في حد ذاته، يمثل جزء أساسي من الهوية
الثقافية والبصرية. صحيح. بل أن هناك صحيح. أكيد كل الشكر للفنان محمد بغدادي، كوميسار عام ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، شكرا جزيلا لحضرتك.